سلطانة. أهلا وسهلا يا هيام. شكرا. مولاي السلطان صار له حوالي شهر رايح الحملة، ومن وقتها ما عاد شفتك سلطانة. لهيك يا هيام بعتت وراكي، قلت مناكل سوا ومندردش شوي. أهلا وسهلا عفيفة خانم. شكرا يا سلطانة. تفضلي معنا لجوا. مولاي بعد شي خبر؟ لسه يا سلطانة، بس بيجوز بعد فترة انه يبعت مكتوب ويطمننا عليه. خير يا هيام؟ سامحيني يا سلطانة، الموضوع ما بيتعلق فيكي، لأنه حتى بجناحي عم اهتم بهيك مواضيع. أكيد بتتذكري أنا شو صار معي قبل سنة يا سلطانة، وممكن أنه يصير مرة تانية، وخاصة أنه مولاي هلأ مو هون. من الأفضل أنه أخذ احتياطاتي. معك حق يا هيام، المفروض أنه ننتبه ونفتح عيوننا. إن شاء الله تكوني مبسوطة بالقعدة هون، أكيد تعودتي. إيه؟ كتير مبسوطة. كنت مفكرة إنه القعدة هون رح توترك كتير يا سلطانة، خاصة لأنه جبروها للسلطانة خديجة إنه تتركه وتروح. وفي ذكريات المرحوم إبراهيم باشا الله يرحمه ويغفر له ذنوبه. شو ما صار رح يضل أسرى يا هيام، ووقت تقرر إنه ترجع رح يكون مفتوح لإلها. بعتذر منكم يا سلطانة. شو في يا مرجان؟ سنبل آغا برا حابب يشوف السلطانة هيام، قال في عنده أخبار كتير مهمة. خليه يدخل. سلطانة؟ سلطانة اسمحوا لي، لازم ارجع على القصر. خير يا هيام؟ شو هالموضوع المهم بهالساعة؟ موضوع خاص يا سلطانة. سلطانة ان شاء الله ما يكون في شي مو منيح. عفيفة خانم ما في داعي تروحي. سلطانة. ما قال لك شو الموضوع يا سنبل آغا؟ لا يا سلطانة، مع أني أصريت عليه بس ما قدرت أخذ منه لا حق ولا باطل. تفضلي سلطانة. هذا هو خليل آغا يا سلطانة. سامحيني يا سلطانة، بس أنا ما بوثق غير فيكم. أنت مين؟ اسمي خليل سلطانة، وإجيت من منيسة لهون. أنا هنيك المسؤول عن إسطبل الأمير، عينوني هنيك من فترة، ورستم باشا هو اللي وظفني هنيك يا سلطانة. شو الموضوع أحكي؟ هالموضوع كتير خطير يا خليل آغا، أنت متأكد؟ إذا هالشي ما كان صحيح أول شي بده يروح هو راسك. مع الأسف مزبوط سلطانة. خليل آغا فيك تروح.
قولي لي سلطانة هلا شو العمل؟ هالزلمة انت شو بتعرف عنه؟ قديش فينا نوثق فيه؟ سلطانة انا هذا الزلمة ما شفته بحياتي. رستم باشا حكالي عن واحد اسمه خليل آغا وانه وقتها عينوا المسؤول عن الاسطبل الخاص للأمير مصطفى وقال لي هدفه من تعيينه ينقله الأخبار يا سلطانة. بعت خبر فورا ورا مصطفى باشا خليه يجيني. تحرك. تحت أمرك يا سلطانة. سلطانة؟ سلطانة أنا تحت أمرك. مصطفى باشا، من شوي وصلوا لي إخبار مهمة كتير وخطيرة. قال مصطفى استغل فرصة غيابه لمولاي السلطان وجمع جيش كبير، وهلأ ناوي يجي لهون على العاصمة. أكيد عرفوا بالخبر سلطانة. عن أي خبر عم تحكي؟ من كم يوم وصلتنا خبرية، بس ما حبينا أنه ننقلك إياها قبل ما نتأكد. شو عم يصير يا باشا؟ قلي فوراً. سلطانة خبرونا أنه الناصبين له كميل لمولانا السلطان، وقال أنه إصابته كتير خطيرة، والأمراء لهلأ ما حدا بيعرف عنهم أي شيء.